السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض الممبار كده او العضان بطريقه سهله وبسيطه وجميله جدا، ويطلع معاك نتيجته حلوه قوي. تي لايك للفيديو من ايديك الحلوه وسبسكرايب للقناه. يلا بينا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا بقى كده مع بعض ونشوف هنعمل وصفتنا ازاي. دي بقى اول حاجه عندي بعملها، باخد الممبار معايا او العضان وابدا ان انا اغسله كويس جدا واقلبه بقى ويبقى بالشكل ده كده اهو. بعد كده هروح مصفياه من الميه. عندي هنا بقى ايه، بصلايه وطماطمايه وعليهم ايه شويه فلفل اسمر، حاجه ايه حاجه بسيطه كده لا تفطر. ومعلش بقى بايدينا كده ونبدا ان احنا ندعك الكلام ده كله. وبعد كده هنروح بقى نعمل الصلصه ونشوف بقى كده ايه هتطلع معانا النتيجه عامله ازاي. دي بصلايه مضروبه في الكبه ومعاها اهو البصل ومعاها طماطم ومعاها فلفل اسمر. نسيبهم بقى على جنب كده ونبدا مع بعض نعمل الوصفه. بعد بقى ما تاخد معايا اللون اللي انتم شايفينه ده كده، بنزل عليها بالطماطم. الطماطم دي انا حطاها في الكبه، يا دوب ضربوها بس كده في الكبه من غير ما اضيف لها اي سوائل. خلاص كده، بمجرد ما ضفت معايا الكلام ده هجيب عندي خلطه المحشي، سواء بقى سايبه او زي ما هي كده كامله. وهنروح عاملين ايه، هنروح نازلين كده بالخلطه بالكامل. بسم الله، انا كل مره بجيبها اللي هي ايه الجاهزه بس بتكون كيس. المره دي هي مش يعني جايه سايبه كده في كيسه عاديه، بس هي نفس الشركه اللي احنا ايه بنجيب منها. بصي لو تلاحظي بقى لون الصلصه غمقه قوي معايا ازاي، يا دوب غلوه بس وايه، وهرفعها على طول من على النار. بس هعمل ايه، هضيف معايا سنه بقى من الملح كده على قد تمليحه الوصفه بالكامل، وسنه كمان من الفلفل الاسمر، وبس على كده مش هضيف اي حاجه تاني. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الممبار دلوقتي. بقى بعد ما حطيت معايا الخضره هحط عليها كمان الطماطم البصل الرز، وبعد كده هنزل عليها على طول بالطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم، ننزلي بقى بالكلام ده كده كله. تمام كده، هجيب بقى معايا معلقه صغيره كده من الزيت او السمنه البلدي او اي نوع من انواع السمنه لو انت حابه، عشان بس ايه يخلي الرز بتاعي مفرفر كده ويخليه كمان بيلمع وحلو جدا. نقلب بقى الكلام ده كده كله. احنا طبعا حاطين عليها حاطين عليها التوابل، وكمان حاطين عليها الايه الملح ومتبلينها، وهي اصلا فيها يعني التوابل بتاعتها فيها كل حاجه. قلبي بقى كده الكلام ده كله. بسم الله، معايا الميه حطها على النار عشان تتسلق عشان تغلي، عبال انا ايه ما خلصت الكلام ده كله اهو. تمام كده، بقى كده معايا ايه الممبار بتاعي، وابدا ان انا ده كده ايه الدهن بتاعه باين. انا ممكن اقلبه بقى كده وخلي الدهن بتاعه يكون من جوه. ليه بقى؟ عشان يديني طعم حلو جدا للرز نفسه اللي انا هحشي بيه اهي. نروح عاملينها بقى بالشكل ده كده، بصي تسويها كده تبقى يدوب الصوم كده كده وبس اهي. نحط لنا حته صغيره هنا كمان. طبعا احنا جبناه، انا لما جبته كنت مستعجله وما بصيتش فيه ولا حاجه، واستغربت كمان ان هو عطيهوني، يعني كانوا بيقولوا ب70 هو عطيني الكيلو من ده ب50، فانا استغربت بصراحه. بس اكتشفت ان بعد كده ايه من الامعاء الايه الغليظه، مش من الامعاء الدقيقه اهو. خدناه بقى كده، بصي المنظر، وعلى جنب بقى كده لحد ايه ما نخلصه الكميه بالكامل. كلنا خلاص عرفنا الطريقه بتتعمل ازاي، سهله وبسيطه وسريعه. وسواء حشتيه على الجنب ده او على الجنب التاني، الاتنين بيدوكي نفس النتيجه في النهايه. بس ايه، لما بتحشيه والدهون بتاعته من جوه بتديكي طعم احلى شويه، عشان بس ايه نكون قايلين كل التركات بتاعتنا بتاعت العظام. دلوقتي بقى عندي كده الميه على النار، الميه دي طبعا ميه مغليه، انا نزلت بيها كده سبتها شويه. هنزل بقى عبال ايه ما اخلص، هنزل بقى بالبصل وعليه الطماطم اللي احنا ضربناه مع بعض في الكبه، وكان عليه فلفل اسمر، بس انا هزود نسبه الفلفل الاسمر شويه كمان عشان يعني ايه ما يكونش فيه ريحه زفاره ولا اي حاجه اهو كده.
بعد كده بقى بعمل ايه اهو كده. هجيب بقى معايا ورقتين لورا وابدا ان انا اضيفهم معايا في اخد بقى معايا ورقتين اللورا وبنزل بيهم كده، وعبال الكلام ده كله كده ايه ما ياخد ويدي مع بعضه، هروح اعمل ايه، هروح اجيب بقى الممبار بعد ما حشيته وربطته كده من الناحيتين، وهبدا ان انا امسكه كده وايه وانزل بالابره. بصي بقى ازاي اهو، ده هنا المكان اللي فيه الدهن، انا بقى بعيد عن الدهون خالص، يعني انا قلبت نصه والنص التاني ما اتقلبش اهو، بعيد عن الدهون خالص، وهبدا ان انا اعمل ايه كده اهو، واروح احطها اللي هعملها هروح احطها على طول اهو كده. بسم الله بصي بعمل فين الدهن اهو قدامي، انا بعمل جنب الدهن ما بعملش في الدهن نفسه، لو عملت في الدهن نفسه هينفجر معايا. بسم الله كده او كده ده هياخد معايا وقت في التسويه. ليه بقى؟ عشان دي امعاء غليظه مش امعاء دقيقه، بس كمان لو يعني بس لو لو يعني ايه العجل صغير في السن ما بياخدش وقت طويل، لكن لو العجل كبير في السن بياخد معاكي وقت كتير، بياخد حوالي يعني في العادي ان الممبار بياخد من ساعه لربع لساعه، لو العجل كبير ممكن ياخد لك ساعتين ساعتين ونص كده، يعني ساعه ونص انت ورزقك بقى فيه اهو كده. نروح ايه نازلين كده اهو، شايفين بقى كده ازاي على السريع ببدا ان انا اخلص كل الكميه بتاعتي. بسم الله بقى اتعمل معايا، وهبدا انزل بيه كده واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم، سخني بس اهم حاجه الزيت بتاعك يكون سخن كويس جدا. دلوقتي بقى باخد معايا كل كميه الممبار بعد ما اتحمرت معايا زي ما انت شايفه كده، وهروح رفعها معايا كده ايه من على النار، واللي اتعمل هنقله على الناحيه الثانيه، وهبدا ان انا ايه اكمل بقى باقي الكميه بنفس الشكل كده وبنفس الطريقه كمان. بسم الله انا بحب ان انا اعمله كبير كده وبعد كده اقطعه واحده واحده عشان يكون معايا اسهل في التربيط طبعا وفي التخريم، يعني ان انا مش هقعد اربط كتير وكده. يعني دلوقتي بقى اتعمل معايا بقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. يا رب بقى الفيديو يعجبكم وتجربوه، لو عجبكم بقى ما تنسونيش في الكومنتات واللايكات، وما تنسونيش بقى في المتابعه. بصي بقى الجمال والحلاوه، بصي ما شاء الله عليه جميل جدا، وعايزه اقول لك دي خضره فيه، بصي بقى كده جميل جدا ازاي. ان شاء الله بقى يعجبكم وتجربوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايزه بس قبل ما اقفل اقول لك فكره النشابه ايه، ان انت بتطلعي منها الزياده الموجوده عندك في الممبار. بتمنى الفيديو يعجبكم، حطوا لي لايك، والسلام عليكم ورحمه الله.